اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا عن الصلاه. وقدامنا النهارده سؤال جديد مهم جدا، وقدامنا موضوع جديد محتاجين نتناوله. الموضوع اللي محتاجين نتناوله المسيح والصلاه، حياه المسيح كمصلي، حياه المسيح كنموذج للصلاه. هنتقابل معاها باختصار عشان يكون حافز ومشجع لينا نشوف قد ايه المسيح كان بيصلي، وازاي كان بيصلي، وبيصلي يقول ايه، وبيصلي امتى، وكل الامور الرائعه دي اللي بشجعك انك تركز معانا فيها باختصار جدا. الصلاه كانت اساس حياته وخدمته، هو كابن الله كان بيصلي. فكم وكم انا وانت، احنا البشر، احنا الخطاء، احنا الضعفاء، احنا اللي عندنا عجز، احنا اللي عندنا تقصير، كم وكم نحتاج الى الصلاه، وهو كابن الله كان يصلي. الشيء الثاني المهم جدا ان من بدايه خدمته بيصلي، بدا الخدمه بالصلاه في معموديته في لوقا 3 شجعك يقول كده الكتاب: إذ كان يصلي انفتحت السماء، كان يعتزل وحده مع الآب ليقضي وقت في الصلاة، ويهتم وتميز جدا أنه بيصلي في الصبح باكرا، وأحيانا كمان يقول الكتاب كان يقضي الليل كله في الصلاة. كان بيصلي قبل اتخاذ القرارات الهامة. مش هنقدر ننسى أبدا أن في لوقا 6 يقول كده الكتاب: وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. الصلاة دي كانت مهمة جدا قبل ما يدعو التلاميذ ويرسلهم. ده بيصلي لأجل قوة وإرشاد. مش بس كده، كان كمان بيصلي لأجل الآخرين. حضراتكم فاكرين كويس في يوحنا 17 كان يصلي لأجل التلاميذ والمؤمنين، في متى 19 كان يصلي لأجل الأطفال لما طلبوا منه، في لوقا 22 يقول كده لأحد التلاميذ ويقول كده لشخص بيشجعه يقول له: طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. الحاجة المهمة اللي بعد كده في صلاته اللي تميز بيها ان كانت صلاته جاذبة ومؤثرة لدرجة ان التلاميذ عايزين يتعدوا منه اذا جاز التعبير، وقالوا له: علمنا ان نصلي. فبيقول كده في لوقا 11: واذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا ان نصلي كما علم يوحنا ايضا تلاميذه. صلاته وحياته في الصلاة والتزامه في الصلاة وحرارته في الصلاة كانت معضية حتى للتلاميذ، فطلبوا منه ان يعلمهم ان يصلوا. الحاجة المهمة جدا كمان ان ما كانش لديه شك ابدا وهو بيصلي. حضراتكم تفتكروا وهو بيطلب لاجل اشباع الجموع في الخمس خبزات والسبع خبزات والسمكتين والسمك، المعجزتين الهامين دول، كان يصلي بايمان. مش هنقدر ننسى ابدا ان هو كمان كان بيصلي وهو مطيعا يعلن طاعته في الصلاة. في متى 26 بيقول كده: يا أبتا إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. وبيكمل الكتاب في نفس النص ده والمقطع بيقول: يا أبتا إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. كان مطيعا، كان خاضعا في صلاته. وفي النهاية عايز أقول حاجة مهمة عظيمة جدا كان بيعلمها للتلاميذ في صلاته، وهو كان أساسها وكان هو المدرسة والمدرس ليها، لما كان بيعلمهم في متى 6 وبيقول لهم: وانتوا بتصلوا تقولوا لتكن مشيئتك. هي دي حياة المسيح اللي تميزت، ان في كل وقت بيصلي، يصلي في الليل كله، يصلي في الصباح الباكر، يصلي لأجل الآخرين، يصلي بطاعة، يصلي بلا شك، وفي النهاية انه يصلي لمجد الله في يوحنا 17 لما كان بيقول: مجدني، وكان بيقول له: أنا مجدتك على الأرض. وكان يطلب مجد الله في الصلاة. يا ترى أنا وإنت بنتخذ هذا النموذج مثالا لنا في الصلاة؟ ربنا يعدينا كلنا إذا جاز التعبير بالنموذج المسيحي للصلاة في المسيح اللي ينطبق عليه الآية اللي بتقول: أما أنا فصلاة. ربنا معاكم ويبارككم، ونشوفكم في حلقة جديدة.